الثامنة صباحا في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من أونلايف. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع دكتور مصطفى مدبولي القائم بعمل رئيس مجلس الوزراء بالبدء في إعداد خطة تنمية شاملة لمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء. في سياق متصل، أعلنت النيابة العامة ارتفاع عدد شهداء هجوم بئر العبد الإرهابي إلى 305 أشخاص، من بينهم 27 طفلا. قال سعد الحريري رئيس وزراء لبنان إنه لن يقبل بمواقف حزب الله التي تمس بأمن واستقرار أشقاء لبنان من الدول العربية. قصفت قاذفات روسية بعيدة المدى أهدافا لتنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا. وقع صباح اليوم انفجار عنيف في مصنع بمنطقة يانغبي في مدينة نينجو الصينية، مما أدى إلى سقوط ضحايا، لكن لم يعرف حتى الآن عددهم. الختام، شكرا لكم.